بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. يتجدد هذا اللقاء مع هذه الأمسية الرائعة، مع هذه الانطلاقات المتجددة الجميلة في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المغيم الممطر، مع انطلاقات سن الكبار وتحديات الذلل الأصايل. ها نحن وإياكم شوطا تلو شوط، مع انطلاقات الشوط الحادي عشر والمخصص للحيل، والمسافة هي 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة نقدية للحاصل على المركز الأول. بداية وإياكم نبحر إلى البداية الأولى وإلى الانطلاق الأولى، لكي نتابع مني فعل الصدارة وعلى البداية الأولى بشعار سعيد بن بطي بن محمد الزعبي الذي ينطلق على الصدارة وعلى البداية الأولى. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى ثاني المراكز. التواجد من قبل مرموقة عبد الله بن علي بن محمد الجحافي على المستوى الثاني، وثالث المراكز شبابة هي القادمة سيف بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز هنالك الوصول من قبل العنود منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين هو القادم على المستوى الرابع. صائد الرموز يتقدم من خلال تقدم العنود على المستوى الرابع. النقلة إلى خامس المراكز هنالك التقدم من قبل غند هي القادمة غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري على خامس المراكز. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل أتممنا على مسامعكم الخمس المراكز الأولى، الخمس الشعارات المتواجدين المنطلقين على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في درة الميادين الخليجية، حيث نعيش نحن وإياكم أجواء ما قبل الختام، أجواء ما قبل المعارك، أجواء ما قبل الانطلاقات الكبيرة والقوية. نعود وإياكم إلى الصدارة وإلى منيف على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. تنطلق بشعار المغامر، تنطلق بشعار سعيد بن بطي بن محمد الزعبي الذي ينطلق على الصدارة، ويأتي الآن النقلة والدور إلى ثاني المراكز. نتابع شبابة هي القادمة، وهنالك مرموقة عبد الله بن علي بن محمد الجحافي يصل على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز نتابع وإياكم هنالك الاسم القادم والواصل على المستوى الثالث. تصل شبابة بشعار سيف، أو هنالك شبابة سيف بن علي بن راشد بن سويلم على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز نتابع وإياكم العنود، وصلت الآن وتقدمت بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من ينطلق على المستوى الرابع. النقلة نقلة المركز الخامس والقدوم من قبل كون، وصلت الآن وتقدمت عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري يصل على المستوى الخامس، ويتقدم من مركز إلى مركز بخطى متميزة على المستوى الرابع إلى الثالث إلى الثاني، يتقدم إلى ثاني المراكز. بينما ثالث المراكز هنالك شبابة بن سويلم، رابع المراكز العنود بشعار الخيارين، بينما خامس المراكز
نتابع هذه الانطلاقة من قبل منصورة محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من ينطلق على خامس المراكز. هكذا ذعنا على حضراتكم وعلى مسامعكم الكريمة انطلاقة الشعارات المتميزة وتواصل الشعارات الجميلة، ولكن العودة إلى البداية وإلى الانطلاق الأول لكي نتابع منيفة على الصدارة. منيفة منيفة على الانطلاق الأول، شعار سعيد بن بطي بن محمد الزعبي من يتقدم على الصدارة. المغامر يقدم لنا منيفة وفي إنجازاتها ما الله به عليم، تتقدم على الصدارة وعلى البداية الأولى. النقل إلى ثاني المراكز، الحضور من قبل كون، وصلت كون الآن وتقدمت بشعار بن بوتة القادم على المستوى الثاني. عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري راعي الخيلع ينطلق على المستوى الثاني. ثالث المراكز تواجد وحضور من قبل مرموقة عبد الله بن علي بن محمد الجحافي على المستوى الثالث. النقلة نقلة المركز الرابع، نتابع وإياكم شبابة هي القادمة سيف بن علي بن راشد بن سويلم شعار بن كليب ياتي على المستوى الرابع. النقلة إلى خامس المراكز، الحضور من قبل العنود، وصلت الآن العنود على خامس المراكز بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين شعار صايد الرموز ياتي على خامس المراكز من الجانب الأيمن، وتسلل ملحوظ من قبل شعار بن حمودة الظاهري على المستوى السادس يغير إلى خامس المراكز. نعم في هذا الشوط أسماء قوية، أسماء عريقة، أسماء متمكنة من خلال هذه الانطلاقات الرائعة، من خلال هذا الحضور المتميز. خلونا نعرفكم على هذه الشعارات عشوائيا، شعار بن ذويب وشعار الزعبي وبن كليب وبن حمودة وبن دحروج والخيارين، وانطلاقة شعار راعي مرموقة الجحافي يصل الآن على المستوى الخامس، وهنالك انطلاقة وتحدي وتواصل هذا الأداء الجميل والرائع. ولكن البداية الأولى والصدارة مع انطلاقة كون، كون على الصدارة، كون وعلى الانطلاق الأول بشعار عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. نتابع النقل إلى ثاني المراكز وحضرة منيفة على المستوى الثاني. سعيد بن بطي بن محمد الزعبي يتقدم على المستوى الثاني وثالثا. الحضور والتواجد من قبل انطلاقة شباب سيف بن علي بن راشد بن سويلم على المستوى الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز، الحضور من قبل راهية ظافر بن راشد بن مسعود بن حب بن هنا بن حباب المظفري على المستوى الرابع، بينما النقل إلى خامس المراكز. نتأخر قليلا يا أبو مهرة لكي نعرف المشاهدين على انطلاقة خامس المراكز، شهب مطر بن محمد بن دحروج العامري على المستوى الخامس. هكذا هي الشعارات المنطلقة والأسماء المتواصلة والتحديات الجميلة والرائعة، ولكن البداية مع شبابة. شبابة على الصدارة الأولى، سيف بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي على الصدارة، تأتي الآن على المستوى الثاني منيفة سعيد بن بطي بن محمد الزعبي ياتي الآن على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز حلتكم بشعار عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري على المستوى
المستوى الثالث، النقل إلى رابع المراكز. وصلت شهب الآن مطر بن محمد بن دحروج العامري على المستوى الرابع، النقل إلى خامس المراكز. حضرت الآن مرموقة عبد الله بن علي بن محمد الجحافي على خامس المراكز. هذه هي الخمس المراكز الأولى، ولكن ما خلف الخمس نتابع شعارات كبيرة، نتابع أسماء رنانة، نتابع شعارات قادمة نحو المراكز المتقدمة. ولكن البداية مع شباب، شبابة بن كليب ومنيفة بن بطي وانطلاقة كون بن ذويب على المستوى الثالث، النقل إلى رابع المراكز، حيث الوصول والتقدم من هذا الشعار القادم. وصلت الأسماء الآن، وصلت الشعارات الجميلة. أول القادمين شهب القادمة على المستوى الرابع بشعار بن دحروج، بينما خامس المراكز حل شعار بن كليب. من يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة؟ من يقدم لنا هذه الاندفاع الرائعة؟ ولكن البداية، البداية مع شباب الموقعين. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير. يا مرحبا لاهيب مرة ولا مرتين، مرحبا بكون، مرحبا يا بن بوتة. وصلت الآن كون عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري. من يقدم لنا كون على الصدارة على البداية الأولى بدون أوامر وبدون تعليمات تذكر على الإطلاق؟ نتابع النقل إلى ثاني المراكز. وصلت الآن منيفة بشعار سعيد بن بطي بن محمد الزعبي والأسماء القادمة، الشعارات الواصلة. ولكن خلاص 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 خلاص، هذه هي إذن كون 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 على الصدارة وعلى البداية الأولى، تأتي بهذه الإنجازات، تأتي بهذه الانطلاقة الجميلة بالأداء المنفرد بشعار عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب بن ذويب بن ذويب. يأتي مع هذه الانطلاقة الجميلة ويقدم لنا هذه البطلة التي تألقت مع هذه الانطلاقة المتميزة. سلام يا بن ذويب، سلام، مساء الخير يا راعي الخيلع. بينما ثاني المراكز حضر في هذه اللحظات وانطلق شعار العيدة على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز كان التواجد من قبل منيفة سعيد بن بطي بن محمد الزعبي، بينما رابع المراكز كان الحضور من قبل شعار منصورة سيف بن علي بن راشد بن سويلم على المستوى الرابع. وخامس المراكز حضرت على خامس المراكز منيفة سعيد بن بطي بن محمد أو انطلاقة العنود منصور بن محمد بن منصور بن سيف الخيارين. وصلتنا معلومة عن هذه البطلة المتوجة بهذه الانطلاقة، صاحبة ست سيارات وتضيف السيارة السابعة في رصيدها. تهانينا تهانينا وألف مبروك يا بن ذويب. 12 دقيقة 37 ثانية و57 جزء من الثانية، تهانينا وألف مبروك. ثاني المراكز كان الحضور من قبل الكايدة عبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة. 12 دقيقة 39 ثانية 69 جزء من الثانية. ثالث المراكز كان الحضور والتواجد من قبل منيفة سعيد بن بطي بن محمد الزعبي، تواجد من خلال انطلاقة منيفة. 12 دقيقة 45 ثانية 27 جزء من الثانية، تهانينا ومبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.